حصاد الليلة من الشرقية والشرقية نيوز، يقدمه أمين عدنان وآية علقم. شكرا آية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بالعناوين. تجدد القصف على قضاء طوس خرماتو، ونواب يطالبون بإعادة النظر بالخطط الأمنية. الراتب المحمي بموجب القانون، لا استقطاع ولا عملية تأخير. الجبوري للشرقية نيوز، الرواتب ستبقى محمية حتى لو تأخر إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2018. الاتحاد الأوروبي يدعم العبادي في الإصلاح والمصالحة، وماكرون يشيد بقيادة العبادي الحرب على داعش. قد ينسحبون إلى المحفل السياسي ويمارسون دورهم السياسي ويستثمرون مشاركتهم بالحشد كرصيد شعبي وجماهيري. الفياض، البعض من قادة الحشد انسحبوا من العمل العسكري إلى العمل السياسي للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وفي ملفات الحصاد، محافظ المثنى يهدد باعتقال أي صياد عربي يتواجد في صحراء بادية السماوة، والخراب يخيم على أغلب أحياء بيجي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أبدأ رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري خشية من تحديات جمة قد تواجه العراق بعد طي صفحة داعش، أبرزها المخاوف من عودة الإرهاب لكن بنسخ جديدة، أو الدخول بمرحلة الاستقطاب الطائفي التي قد تصاحب مرحلة الانتخابات. قال الجبوري للشرقية نيوز على هامش لقائه بعدد من الكوادر التربوية، قال أن على الجميع يأخذ العبرة من درس داعش والحؤول دون وصول أي متطرفين تحت أي مبررات يحاولون استغلال أوضاع الناس لمآرب شخصية. بكل يعني مباشرة في القول، أكو تحدي راح يواجه العراق بعد الانتهاء من داعش، وهناك إرهاصات بدأنا نسمعها مجددا على أن الإرهاب سيعود بنسخ جديدة، أو أن مرحلة الاستقطاب الطائفي قد تصاحب مرحلة الانتخابات بصورة أو بأخرى. هذا بالنسبة أن الدرس الذي مضى يجب أن نعتبر به، يجب أن نكون حائل دون وصول متطرفين تحت أي مبررات يريدون أن يستثمروا حاجة الناس ووضعهم بالمرحلة التي مضت لمآربهم الذاتية أو الشخصية. فأعتقد المراهنة الأكبر بالنسبة لنا على التربويين وعلى المشتغلين بالجانب الفكري، لأن مرحلة الاستقرار للعراق لابد أن يصاحبها استقرار فكري واستقرار اجتماعي، فضلا عن الاستقرار الأمني. وفي قناعتي المهم بالنسبة أن أيضا أن هناك عملية تصحيح سياسي لمسار الدولة اللي نقدر نحافظ بها على بنيتها وعلى وجودها بالأطر المدنية اللي تحترم القانون وتحترم الدستور. هذا وحول قضية تأخر الرواتب خاصة بالنسبة للكوادر التعليمية والتدريسية، أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن الرواتب ستبقى محمية حتى لو تأخر إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2018، وقال إن البرلمان لن يسمح بالمساس بالرواتب تحت أي ضغط اقتصادي قد يمر به العراق. الأصل وهذا ثبتنا أن الرواتب لا تمس تحت أي تبرير، تحت أي ضغط اقتصادي يمر به العراق، لأنه المفروض على الدولة أن تتبع السياسة اللي تحافظ بها على وضع الناس، والحد الأدنى الراتب المحمي بموجب القانون، لا استقطاع ولا عملية تأخير. اللي حصل حالات تلكؤ غير مبررة أثرت بشكل واضح على وضعية الموظف، وقطعا إذا مس الراتب بالنسبة للموظف لا يستطيع أن يبدع أو يقدم العطاء بشكل واضح. هناك متابعة بهذا الجانب كبيرة، وأيضا ده تتواكب مع دراسة البرلمان للموازنة وأهمية إقرارها حتى لا نقع في المحظور اللي ممكن أن يواجه الناس. وحتى لو تأخرت عملية إقرار الموازنة، احنا راح نلجأ إلى سياسة 12 على 1، وتعتبر الرواتب بالنسبة لنا حالة أساسية لا تمس.
الاتحاد الأوروبي يدعم العبادي في الإصلاح والمصالحة، وماكرون يشيد بقيادة العبادي الحرب على داعش. تجدد القصف على قضاء توسخرماتو، ونواب يطالبون بإعادة النظر بالخطط الأمنية. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في قصر الإليزيه، وأكد الرئيس الفرنسي في كلمة له أمام رؤساء وفود الدول المشاركة بقمة باريس المناخ، أكد أهمية الوقوف مع العراق وتقويته خلال مرحلة ما بعد داعش لإدامة زخم النصر على التنظيمات المتطرفة. وأشاد ماكرون بقيادة العبادي للمعركة على داعش وبالانتصارات التي حققتها القوات العراقية بمختلف صنوفها على الإرهاب. هذا وبحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو التعاون الثنائي بين البلدين خلال مرحلة ما بعد داعش. وأفاد بيان حكومي أن رئيس الوزراء العراقي استقبل في مقر إقامته في باريس وزير الخارجية الياباني الذي أكد دعم اليابان لوحدة العراق وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة والتعاون في جميع المجالات واستعداد بلاده للمشاركة الفاعلة في مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار في العراق. من جانبه أكد العبادي أهمية تمتين العلاقات مع اليابان وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين البلدين في القطاعات كافة. وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دعوة لرئيس حكومة كردستان جربان البارزاني لزيارة لندن، مؤكدة احترام بلادها لوحدة الأراضي العراقية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ماي والبارزاني، أكدت خلاله أيضا أن المملكة ستواصل جهودها من أجل الحفاظ على حقوق الكرد وهويتهم ضمن إطار الدستور العراقي، مؤكدة ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد عبر الحوار. ورحبت ماي بموقف البارزاني تجاه قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق، داعية إلى استمرار حكومة الإقليم في إصلاحاتها على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني. من جانبه دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش مجلس النواب لاتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الإطار القانوني لإجراء الانتخابات المقرر إجراؤها في 12 من أيار عام 2018 دون المزيد من التأخير. وقال كوبيتش خلال اجتماعه مع مجلس المفوضين الجدد إن انتخابات مجلس النواب ينبغي أن تجرى بما يتمشى بل بما يتماشى تماما مع الإطار الزمني والدستوري، كما أن من الضروري إجراء الانتخابات التشريعية مع انتخابات مجالس المحافظات في الوقت المناسب وبطريقة شاملة وموثوقة وشفافة. وشدد على أهمية إدامة التعاون والتنسيق الوثيق بين المؤسسات الانتخابية في كل من بغداد وإقليم كردستان. وأكد الاتحاد الأوروبي أن الإصلاح والمصالحة في العراق هما الضمان الوحيد للقضاء على التطرف والإرهاب على المدى الطويل بعد القضاء على ذلك التنظيم الإرهابي. أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان دعمه الكامل للحكومة العراقية من أجل الشروع بإصلاحات حقيقية بدءا من محاربة الفساد والتصدي للتحديات الإنسانية الحرجة التي رافقت الحرب على داعش. ورحب الاتحاد الأوروبي بتصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي أكد فيها أن مكافحة الفساد ستمثل استمرارا للحرب على الإرهاب والتزام الحكومة العراقية باحترام حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن أصلهم أو هويتهم الدينية. صاد مستمر من الشرقية نيوز. تجدد القصف على قضاء توسخرماتو، ونواب يطالبون بإعادة النظر بالخطط الأمنية.
الاتحاد الأوروبي يدعم العباد في الإصلاح والمصالحة، وماكرون يشيد بقيادة العباد الحرب على داعش. قد ينسحبون إلى المحفل السياسي ويمارسون دورهم السياسي ويستثمرون مشاركتهم بالحشد كرصيد شعبي وجماهيري. التيار للشرقية نيوز، البعض من قادة الحشد انسحبوا من العمل العسكري إلى العمل السياسي للمشاركة في الانتخابات المقبلة. تجدد القصف العشوائي بصواريخ الكاتيوشا والهاونات على قرى تابعة لقضاء طوس خرماتو شرقي محافظة صلاح الدين. ذكرت مصادر محلية أن 3 قذائف هاون سقطت على منازل في منطقة أقصودة الغالبية التركمانية، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح. من جهة أخرى، اتهمت مصادر كردية قوات الحشد التركماني بقصف مناطق بسلسلة جبال هنجيرا قرب قضاء طوس خرماتو. وذكرت المصادر أن الحشد التركماني وكرد وكرد فعل على تعرض طوس إلى قصف بالهاونات مجهولة المصدر، قام بقصف سلسلة جبال هنجيرا التي تضم قرى كردية من دون وقوع خسائر تذكر. على صعيد المتصل، قررت مديرية التربية صلاح الدين تعطيل الدراسة في القضاء بسبب القصف العشوائي الذي طال القضاء. كان قضاء طوس خرماتو تعرض قبل يومين إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 12. نعم، على صعيد آخر، حذر النائب عن صلاح الدين نيازي معمار أوغلو من تكرار الهجمات على قضاء طوز، داعيا إلى إعادة النظر بالخطط الأمنية في القضاء. وقال معمار أوغلو إن السلطات الأمنية تأكدت استمرار وجود التهديد الإرهابي خلف جبال طوز، وأن القطاعات الأمنية الاتحادية ستعيد انتشار قواتها وصولا إلى ما يعرف بالخط الأزرق. يعني بخصوص الصواريخ الهاونات التي سقطت على مركز مدينة طوس خرماتو، ليس هي الأول ولا هي راح تكون الأخيرة. منذ أسابيع تتعرض مدينة طوس خرماتو إلى ضربات بقذائف الهاون والمدفعية، وهناك تعرض ليلي على قطاعاتنا على السلسلة الجبلية الموازية لمدينة طوس خرماتو من الجهة الشرقية، وهناك أوكار للإرهابيين خلف سلاسل وجبال طوس خرماتو من بقايا داعش ومن بقايا جند الإسلام وأنصار السنة وأنصار الإسلام. هناك تنظيم مدرب مرتب، هناك خطة، ولديهم نية بالهجوم على مدينة طوس خرماتو لإخلال الأمن وأمور كثيرة. أما المعالجات المتخذة من قبل قيادة شرطة صلاح الدين والقوات الأمنية الموجودة هنا من الجيش العراقي وفواج الطوارئ والحكومة المحلية، هناك إعداد خطة شاملة لزحف القوات العراقية خلف جبال طوس خرماتو لحين الوصول إلى الخط الأزرق، لأن هذه المناطق من قرى داوودة وناحية نوجول وناحية قادر كرم ضمن الحدود الإدارية لقضاء طوس خرماتو، وهناك أكثر من 100 بئر نفطي تم استخراجها منذ 40ات القرن الماضي، والهدف هي هذه المواقع النفطية والثروة النفطية الموجودة خلف الجبال. في غضون ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي الحكومة العراقية للتحقيق بهجمات وأوضاع أمنية غير مستقرة شهدها قضاء طوس خرماتو شرقي صلاح الدين. وقالت ينامي في بيان على السلطات العراقية التحقق من تقارير تفيد بتدمير عقابي لممتلكات السكان الذين نزحوا جراء الاشتباكات التي وقعت في المنطقة في تشرين الأول الماضي، والتهديدات التي تطال نازحين أيضا لمنع عودتهم إلى مناطقهم. وأشارت ينامي إلى أن وفدا أمميا زار المنطقة واطلع على تقارير تفيد بأن المدنيين يتعرضون لإخلاء قسري واستهداف عشوائي وتدمير لممتلكات شخصية، كما نحو 150 منزلا عائدا لمواطنين كرد أضرمت فيها النيران. ودعت البعثة الأممية إلى وضع حد فوري للأعمال التي تهدد أمن وسلامة المجتمعين الكردي والتركماني وسكانهم المدنيين وتسهيل عودة العائلات النازحة. نعم، هذا عادت الحركة إلى خطي كركوك بغداد وكركوك الموصل على الطرق البرية من جديد بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات رغم الانتقادات لعدم تأهيل الطرق كما يجب. يقول سائقون إن فتح طرق شمالي كركوك وجنوبيها بعد إعادة نشر سلطة الاتحادية أسهم في توفير فرص عمل إضافية، والمطلوب الآن إعادة تأهيل الطرق الدولية. أتلا الآغا والتفاصيل. موصل موصل موصل.
انتعشت حركة النقل بين المحافظات في جراجي بغداد والشمال في كركوك من جديد، وعادت حناجر سائقي سيارات الأجرة تصدح بموصل موصل رغم بعد المسافة وتغير الطرقات بعد توقف طيلة فترة احتلال الموصل. والله احنا صارنا فترة طويلة قاعدين، تعرف من أسباب داعش صارنا تقريبا 3 سنوات 4 سنوات احنا قاعدين هنا، شغل ما قاعد نشتغل، والحمد لله هسه انفتح الطريق، صار شغل من هنا عندنا. خط الموصل انفتح وليل ونهار 24 ساعة مفتوح الطريق عندنا منها. المعاناة اللي جاي نعانيها، جاي نعاني من الطريق ومن البنزين، الحصة قليلة، الطريق مسدود، يعني هسه دا نفتر على طريق مخمور وعلى سركلان، يعني فرة طويلة تقريبا 3 ساعات 4 ساعات يلا نصل. و24 ساعة سيارات موجودة، سيارات موجودة 24 ساعة، وهذه المعاناة، ودا نعاني، خدمات بالجراج ماكو. أما عمليات بسط السلطة في كركوك وانتشار وحدات الجيش العراقي من جديد وإغلاق مطارات السليمانية وأربيل ألقت بظلالها على حركة خط بغداد كركوك بالرغم من سوء الطريق الدولي. والله الوضع تغير، يعني تغير نسبيا بالنسبة للعمل، شوية صار أفضل من ناحية الحركة للطريق. الطريق كلش تعبان، الطريق بغداد كركوك طريق مزعج، طريق طسات، ازدحامات، ما بي علامات مرورية، ما بي خطوط المرور. والله الموضوع كلش تغير نحو الأفضل، نحو الأحسن، الحركة خير من الله. كانت يعني سيارة، الحركة عندنا باليوم تطلع 4 سيارات 5 سيارات، هسه ما تظل عندنا سيارات الحمد لله، توجهون المطار بغداد، صارت الحركة إلى مطار بغداد، ونطلب يفتحون مطار كركوك همينة حتى تصير حركة أحسن، ونريد تأمين الطريق. على مدار اليوم وإلى كل محافظات العراق من كركوك ينتقل المسافرين، وإن تغيرت الطرق وبعدت. للشرقية نيوز أتلا الأغا، كركوك. حصاد مستمر من الشرقية نيوز. الراتب المحمي بموجب القانون، لا استقطاع ولا عملية تأخير. الجبوري للشرقية نيوز، الرواتب ستبقى محمية حتى لو تأخر إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2018. وفي ملفات الحصاد، محافظ المثنى يهدد باعتقال أي صياد عربي يتواجد في صحراء بادية السماوة، والخراب يخيم على أغلب أحياء بيجي. قال رئيس هيئة الحج الشعبي فالح الفياض أن هناك بعض القادة سحبوا من العمل العسكري للعمل السياسي للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وأكد الفياض في كلمة له أن مؤسسة الحج لن تسمح لهم باستخدام مواردها في الترويج للعملية الانتخابية. بعض منهم قد يكون أخوة قادة أو أعضاء مجلس نواب أو سياسيين، قد ينسحبون إلى المحفل السياسي ويمارسون دورهم السياسي ويستثمرون مشاركتهم بالحشد كرصيد شعبي وجماهيري، لكن ليس بأدوات هيئة الحشد الشعبي. هيئة الحشد الشعبي تكون من مقاتلين، من قيادات عسكرية وأركان وصنوف ومديريات بدأت تتشكل، والحمد لله تشكلت في هذه الهيئة كيانات عسكرية محترمة جدا على مستوى الاستخبارات والهندسة العسكرية والطبابة والاتصالات وصنوف القتال الأخرى، وهي تشكل مؤسسة نوعية، والتمسك بها جاء من باب أنه تشكلت في ظروف خبرة وقدرة على مواجهة حروب غير نظامية، وأن أفرادها امتازوا بالبسالة والاندفاع الذاتي. فهذا هو بالنسبة لنا كعراقيين سر التمسك بهذا الكيان، لكن
ضمن إطار القانون، وسيكون إن شاء الله رديف وداعم وذراع مهم من أذرع الدولة العراقية في الدفاع عن وجودها ونفسها ومقدراتها ومصالحها. وأنا أجد أن الأمور تسير بشكل سلس وجيد باتجاه هذا الموضوع. نأى نائب محافظ بابل حسن منديل بالسلطات المحلية للمحافظة عن ملف إعادة نازحي جرف الصخر، قائلا إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة المركزية وجهود تطهير أحياء الجرف من الألغام. وأضاف منديل لشرقية نيوز إن جهود إعادة الخدمات الحالية تنصب على المحيط الخارجي للجرف وليس على الأحياء الداخلية التي يفترض أن يعود إليها النازحون. بدأنا مع الأخوة في صندوق الإعمار بوضع مشاريع أولية ووضع مشاريع محددة متمثلة بالتعبيد بعض الطرق وأكسائها ومتمثلة بفتح مجمعات مي، إلا أن واقع الحال الآن لحد هذه اللحظة إمكانية إعادة النازحين إلى مكانهم ومساكنهم الأصلية فيه بعض الإشكاليات باعتبار أن الأراضي ما زالت لوجستيا غير مؤمنة أمنيا، ونحن الآن ما زلنا نحيط في موضوع الجرف وندور بالمحيط الخارجي ونعمر في المحيط الخارجي، أما المناطق السكنية الداخلية التي هي فيها مازال قضايا أمنية وألغام ومشان تؤثر على وضع السكان المدنيين ما زلنا لا يمكن لنا إعادتها إذا لم تباشر الحكومة المركزية بإزالة هذه الألغام وتأمين الوضع وبالتالي يتمكن لنا إعادة نازحي الجرف. حقيقة تصريح السيد المحافظ كان يقصد منه تحفيز الأخوة في صندوق الإعمار، لدينا مشاريع مهمة، لدينا مشاريع كبيرة وعملاقة، لدينا تخصيصات محددة في صندوق الإعمار، يفترض هذه التخصيصات أن تصرف في مكان الحقيقي، لا تصرف في المشاريع البسيطة التي المتمثلة بالإكساء والمتمثلة بقضايا مد شبكات الماء البسيطة. إلى ذلك أكد القيادي في ائتلاف الوطنية عدنان الجنابي أنه لا جدوى من إجراء الانتخابات والآلاف من النازحين بلا وطن، داعيا الحكومة العراقية للشروع بخطوات فعلية لاحتضان النازح وإعادته إلى دياره كي يكون لديه أمل بوطنه. أهل شمال بابل لا وطن لهم ولا انتخابات لهم ولا يكون لهم دور في هذا الوطن ما لم يعودوا إلى أماكنهم. فخلي يكون هذا واضح بالنسبة للجميع، مو فقط هاي المنطقة وإنما كل مناطق اللي نازحين متأخرين بالعودة إلها، إما أن هناك وطن يحتويهم ويحتضنهم وإنما لا يكون لهم وطن ولن يكون لهم دور في الانتخابات. ولا أعتقد أن هناك جدوى في إجراء أي انتخابات وأي تمثيل وأي دولة اللي يريد ننتمي إلها وإحنا لا دار لنا في هذا الوطن. هذا مصير يجب أن يكون واضح، إما نكون أو لا نكون، إما أن يكون لنا وطن ولنا أمل فيه يجب أن نبدأ بعودة وإن كانت جزئية، ولا نريد عودة الإرهابيين، ونحن سنكون عون لمن يمسك الأرض حتى نتعاون لمنع الإرهابيين. إن لم تكن العودة آمنة فلن نرجع، ولكن يجب أن نبدأ بالعودة حتى يكون لنا أمل في هذا الوطن حتى نشارك بالانتخابات. شنو فائدة الانتخابات والمشاركة بها إن لم يكن لنا وطن؟ هدد شيوخ ووجهاء عشائر أبو الخصيب في البصرة باستخدام القوة في حال تم فرض خصخصة الكهرباء على مناطقهم، وأبلغ شيوخ عشائر الزبير مدير عام توزيع كهرباء الجنوب محمد الحلفي خلال اجتماع معه داخل مكتبه أبلغوه بأن أي شخص تابع لشركة خصخصة الكهرباء يدخل إلى منطقة أبو الخصيب فليقرأ على روحه السلام. أعيدها، في حال دخول بالله العظيم اللي يدخل من خصخصة خليه يكتب على روح السلام، خليه يكتب على روح السلام سواء كان سيد ابن عم. أول مطلب رئيسي هو هذا، أول مطلب رئيسي هو. وفي حال اعتقال أي شخص من الخصيب سواء كان صغير أو كبير. دعا مستثمرون وتجارون الحكومة المركزية للتحقيق في آليات جباية الرسوم الجمركية للبضائع في معبر طريبيل الحدودي، مشيرين لوجود عمليات سرقة تحت ظل القانون بحسب بيان مشترك وقعت عليه 7 شركات توريد كبرى. وناشد مستثمرون السلطات الحكومية في العراق التحقيق في عمليات الجباية التي يتم استحصالها بالعملة الصعبة ويتم صرف وصولاتها بالدينار العراقي قبل فرض سعر صرف لكل من يريد شراء الدولار بأسعار بعيدة للغاية عن سعر السوق.
أشارت بيانات إلى التحايل بفرض شراء الدولار على الموردين، يعني سرقة ما لا يقل عن 6 مليارات دينار يوميا، يسهم في رفع أسعار السلع الموردة بشكل ملحوظ. وانتقد تجار إجراءات المدير العام لمصرف الرافدين وكالة التي تفرض سعر صرف للدولار غير المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي، مطالبين بكشف مصير المليارات التي تستحصل جراء فروقات صرف الدولار. وقدم ممثلو 7 شركات أمثلة على عمليات التلاعب بصرف العملة في المعبر الحدودي عبر عملية حسابية بسيطة حول الفرق بين سعري الصرف البالغ 1181 دينار بينما يباع في السوق المحلي بسعر 1260، ما يعني وجود فارق قدره 78 مليون دينار عراقي لكل مليون دولار يتم تداولها في المعبر، وبمجموع ما لا يقل عن 390 مليون دينار فروقات أسعار عن كل يوم يتم فيه القبول بهذه الطريقة للجباية. أعلنت قيادة عمليات بغداد السيطرة على الحريق الذي اندلع في سوق الشورجة بعد ساعات من الجهود المتواصلة لفرق الدفاع المدني في إخماده. وقال قائد عمليات بغداد جليل الربيع لشرقية نيوز إن الحريق تسبب بخسائر مادية هائلة بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال ساهمت بامتداد ألسنة النيران. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن أعلن يوم الاثنين بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حريق الشورجة الأخير كان بفعل فاعل، وهذا حقيقة بفضل مجهود الإخوان في الدفاع المدني وقيادة عمليات بغداد وعملة القطاعات الماسكة على كل انتقال كافة السبل ومنعت انتشار الحريق. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم الحريق مسيطر عليه وإن شاء الله ينتهي خلال فترة قريبة. خسائر كبيرة جدا؟ بالتأكيد هو الخسائر هي خسائر مادية، وهذا تعرف مواد كلها مساحيق ومواد عطور، هذه مواد سريعة الاشتعال، وبالتأكيد يعني النار يمكن يعني حقيقة أدت إلى أنه تحترق عدد كبير منها. الآن انتهى الحريق؟ إن شاء الله تقريبا انتهى. وأثارت جملة كتبت على أحد الحواجز الكونكريتية قرب حريق الشورجة مضمونها مبروك عدنان، وهو الشخص الذي يبدو أن بنايته احترقت بالكامل في إشارة إلى أن الحريق مفتعل. وقالت مصادر مطلعة وتجار أن هذه ليست المرة الأولى التي تتضح فيها إشارات على أن أغلب حرائق الشورجة تكون بفعل فاعل نتيجة حرب بين تجار يحركهم متنفذون ومحتكرون لأكبر سوق تجارية في العراق. أقر عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد ساعد المطلب بوجود تنافس شديد بين التجار في سوق الشورجة، لكنه قال إن فرق الدفاع المدني لم تصل حتى الآن لأدلة تكشف إذا ما كانت الحرائق التي تندلع في السوق التجاري عرضية أم بفعل فاعل. وقال المطلب لبرنامج منشيت أحمر إن غالبية العمارات والمخازن لا تحتوي على آليات مكافحة الحرائق وإن التجار لا يلتزمون بمعايير السلامة التي يفرضها القانون. الحقيقة لم نستطع أن نصل إلى دليل قاطع يقبل بالمحاكم، يعني استمعنا إلى أقوال بعض الأشخاص الذين تحدثوا عن وجود تنافس غير شرعي بين بعض التجار، لكن هذا الكلام حقيقة مجرد كلام ومجرد شبهات. وإذا لم يأتي التقرير من الدفاع المدني بوجود مادة مسرعة للحريق استخدمت في مكان معين وهو نقطة الصفر لانطلاق هذا الحريق، بدون وجود هذا التقرير لا نستطيع أن نتهم أحدا. لكن الفكرة بصورة عامة هناك تنافس كبير في هذه المنطقة، هناك تقصير من أصحاب الأملاك بعدم صيانة بناياتهم، هناك مشاكل أن أصحاب الأملاك لا يقومون بوضع آليات لمكافحة الحريق ذاتية، يعني مخازن مياه بالطبقات العليا هذه يعني لديها مرشات، المرشات تعمل عند حدوث حريق كما موجود في بقية دول العالم. بعض التجار يطالبون من أصحاب الأملاك أن يقوموا بتهيئة هذه الآلية للحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم.
فلهذا يعني كل شيء ممكن. الحالة الضبابية نتحدث عن أموال طائلة، المعايير موجودة، لكن المخالف للمعايير يتحمل نتائج مخالفته. هذه نقطة رأس سطر. يعني الدفاع المدني لا يقول، ومجلس المحافظة أو الأمانة لا تقول خزن بضاعتك بطريقة غير قانونية. كل الأنظمة موجودة والقوانين موجودة والتعليمات موجودة، ولكن للأسف الشديد كثير من هؤلاء التجار لا يراعون أبسط الشروط السلامة في تخزين بضاعتهم. بعدين هذه بضاعة خاصة، لا أستطيع أنا كممثل عن بغداد أن أدخل في مخزن خاص وأقول لا يمكنكم أن تفعلوا كذا وكذا. يقول لك هذه بضاعتي الخاصة، أنا حر بها. فهناك مشكلة حقيقة، المشكلة يجب أن تحل من قبل عمليات بغداد. يجب أن يكون هناك حضور حقيقي لعمليات بغداد على اعتبار أنها اليد الضاربة للدولة، وهي الجهة التي تستطيع أن تنفذ التعليمات والقرارات. في شأن آخر، وجه محافظ نينوى السابق أثير المجيف انتقادات حادة للنظام السياسي في العراق، وقال أن التركيبة الحاكمة في بغداد اليوم هي إنتاج لفشل جديد ستظهر ملامحه خلال المرحلة المقبلة. وأكد النجيفي لبرنامج بالحرف الواحد أن الهوية الغالبة في الدولة العراقية هي الهوية الطائفية التي يشاع فيها الغلو والتطرف واختلال نظام العدالة واستشراء الفساد. من جهته أشار السياسي العراقي عزة الشابندر أن الثقة باتت معدومة بشكل تام بين جميع المكونات العراقية، وأن الحل الأمثل يأتي عبر الحوار بعد أن يعترف الجميع بالفشل. بدورها قالت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بيان دخيل أن بغداد لو طبقت الفيدرالية كما نص عليه الدستور لما ذهب الكرد إلى الاستفتاء والسنة إلى منصات الاعتصام. أنا ليش أقول لك الأصل فيما وصلنا إليه هو فقدان الثقة، وهذا موضوع أخلاقي. يعني اليوم لما يتحدث الأخ أثيل، أنا خل أعرض هذا حديثه على 10 من اللي يعرفهم وتعرفهم، يقولون بعد ما احتلقت صورته جاي يريد يعيد إنتاج نفسه. يقولون هذا دا يحكي زين هسه في حين الصحف أمريكية أو بريطانية ما أدري قاعد تتهمه ومن الذين مول داعش 4 مرات على الأقل. وين تقدر أنت تخلق حوار؟ وين يعني هو وين بيا جو؟ هذا جو هو؟ هذا جو. ويمكن أنا أيضا يقول لي هذا دا يتحدث كلش حلو لأن ما عنده شيء يخسره مثلا. زين، لا أنا أريد أقول للأستاذ أثيل أنه أولا دعوتك متأخرة، ثانيا أنه صار عندنا بغداد قوية مثل ما قلت قبل قليل، أنه بغداد الدولة مثل ما قصدت، انتصارات على داعش، مؤسسات دولة قوية، أمن قوي، فما محتاجين عودة إلى الخلف. يعني بغداد بهذه القوة بعد ما عبرت هذه المرحلة ماشية بغداد بمؤسساتها، من يلتحق يلتحق، من يحترم الدستور يحترم الدستور، ومن لا يريد يعني خلي راح تعوف القافلة خلاص. الله يوفقهم، خلي يمشون، ما لنا شغل. نحن نقعد على صفحة ونتفرج ونظل ننتقد ونحكي وخلي لحد يسمع حكينا. إذا كان يعتقدون الآن أنه هم وصلوا إلى النموذج الأفضل أو النموذج الجيد للدولة العراقية بما فيها من تحديات مدى يحسون بيها، مدى يشوفون أنه الدولة لا زالت هويتها غير واضحة، وإذا كانت هناك هوية غالبة فهي هوية طائفية لا زالت موجودة، إذا كانوا يحسون بأنه ضعف الدولة، مدى يحسون بضعف الدولة وضعف مؤسسات الدولة، إذا كانوا مدى يحسون بحجم التدخلات الخارجية الموجودة عندنا، إذا كانوا مدى يحسون بأنه منظومة العدالة عندنا مختلة في الدولة العراقية، إذا مدى يحسون بأنه التنمية ضعيفة جدا وأنه نحن في انهيار وتردي مستمر على يعني دائما، إذا كانوا مدى يحسون بحجم الفساد الموجود في الدولة أو بالغلو والتطرف اللي دا ينشأ بين جهة وأخرى، إذا كان كل هذا مدى يحسون به، إحنا ما عدنا يعني ما راح نقدر نجبرهم بشيء. نحن الآن الطرف يعني الأطراف الأضعف. وبتعتقد أن الدولة بتركيبتها الحالية، الدولة بتركيبتها الحالية قادرة على تنفيذ كل هاي استراتيجيتك من أجل إصلاح النظام والعملية السياسية؟ أنا واثق لا تستطيع. واثق. أنا واثق
لن تستطيع. وهذه التركيبة الحالية الموجودة هي إنتاج لفشل جديد، وسيظهر فشل جديد في مراحل قادمة. اليوم نحن نريد نكافح الفساد، كذا صار لنا كذا سنة، 3 سنوات من أعلننا مكافحة الفساد لم نتقدم بخطوة واحدة. هوس المركزية لدى بعض القادة في بغداد لا زال مسيطرا، يعني ما طبقوا الفيدرالية. لو كانت الفيدرالية والديمقراطية طبقت كما كتبت في الدستور لما وجدت أنه السنة سيذهبون يقفون على المنصات اللي وقفوا عليها في عام 2014، ولم تكن تجد أنه الكرد يذهبون إلى الاستفتاء. نعم هو حلم كردي، ولكن بغداد دفعت الكرد دفعا للذهاب لتحقيق حلمهم بالدولة الكردية. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. الراتب المحمي بموجب القانون، لا استقطاع ولا عملية تأخير. الجبوري للشرقية نيوز. الرواتب ستبقى محمية حتى لو تأخر إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2018. الاتحاد الأوروبي يدعم العبادي في الإصلاح والمصالحة، ومكرون يشيد بقيادة العبادي الحرب على داعش. قد ينسحبون إلى المحفل السياسي ويمارسون دورهم السياسي ويستثمرون مشاركتهم بالحشد كرصيد شعبي وجماهيري. الفياض، البعض من قادة الحشد انسحبوا من العمل العسكري إلى العمل السياسي للمشاركة في الانتخابات المقبلة. ينضم إلينا الآن السيد علي العلاقة القيادي في ائتلاف دولة القانون. أهلا بك سيد علي في حصاد الليلة. سيد علي، يعني العبادي أجل إعلان تحالفاته في الانتخابات المقبلة حتى قرأ بيان النصر، مع من سيخوض العبادي الانتخابات المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخت الكريمة والأخ العزيز والمشاهدين الكرام. أرجو مخلصا إعادة السؤال لأن الصوت جاءني ضعيف جدا. نعم، هو السؤال يعني مع من سيخوض السيد حيدر العبادي الانتخابات المقبلة؟ ما هي خارطة التحالفات؟ نعم، السيد العبادي يدخل الانتخابات المقبلة ضمن السياق الذي يتبعه حزب الدعوة الإسلامية باعتبار أنه أحد قيادي الحزب. السياق الذي سيتبع حزب الدعوة الإسلامية والقائمة التي سيشكلها الحزب سيشارك فيها السيد العبادي، وهذه التحالفات هي تحالفات الحزب مع أحزاب أخرى أو كتل سياسية أخرى، فلذلك لا يوجد توجه خاص للأخ العبادي خارج إطار توجه حزب الدعوة الإسلامية. طيب سيد علي، يعني بعد إعلان النصر العسكري على تنظيم داعش والبدء بمرحلة جديدة لمحاربة الفساد التي أعلن عنها السيد العبادي، يعني اختلت الموازين، القيادات أصبحت في الميزان الكفة مختلفة، قيادات حزب الدعوة. فالسؤال، هل سيدخل حزب الدعوة بقائمة واحدة كل القيادات في قائمة واحدة أم عدة قوائم؟ وإلى الآن لم يحسم هذا الأمر بشكل نهائي داخل الحزب، أنا واقعي وصريح معكم، لم يحسم هذا الأمر. كان هنالك قبل أيام لقاء على مستوى عالي داخل الحزب لبحث هذا الموضوع، وبرزت توجهات بتشكيل قائمتين محمية من الحزب، يعني برعاية الحزب وبسيناريو يرعاه الحزب. هذا التوجه يعني كان هو تقريبا التوجه الأقوى، لكن إلى الآن لم يأخذ بعد قرار نهائي حاسم. نأمل في الأيام القليلة القادمة أن يستقر رأي الحزب على رؤية موحدة في آلية النزول، قائمة واحدة أو قائمتين. نعم الحزب إلى الآن لا يزال يرى أن القائمة الواحدة هي الأولى والأفضل. نعم، طيب سيد علي، يعني فلنتحدث عن التحالفات من خارج الحزب، يعني كيف ستكون العلاقة مع سيد مقتدى الصدر، خاصة أن سيد مقتدى مثلا دعم ولاية ثانية للسيد العبادي؟
التحالفات أيضا هي جزء من الخارطة التي سيتبعها الحزب في قيامه بالعملية ومشاركته في العملية الانتخابية. وهذا الموضوع أيضا إلى الآن لم يحسم بشكل نهائي، لم يحسم أن الحزب سيتحالف مع كتل كبيرة أو كتل صغيرة. هل أن هذه التحالفات هي في ما قبل الانتخابات وندخل مع كتل أخرى بقائمة واحدة، أم ندخل بقوائم متفرقة ونأتلف ونلتئم بعد الانتخابات؟ إلى الآن بصراحة مو واضح نهائيا. هو سيد علي يعني ليس فقط ما هو السيناريو الأقرب؟ يعني إذا الموضوع لم يحسم، ما هو السيناريو الأقرب يعني باعتبارك يعني من القيادات في ائتلاف دولة القانون ومطلع أكيد على المشهد؟ يعني أنا للأسف الصوت يأتيني بشكل غير دقيق، مو واضح، بس تقديراتي للسؤال أنه جناب تسألين عن أعيد عفوا السؤال، السيناريو الأقرب. السؤال يعني إذا لم يحسم الأمر ما السيناريو الأقرب برأيك؟ نعم نعم نعم، السيناريو الأقرب ربما يكون أن الحزب يتحالف مع كتل معينة لتشكيل ائتلاف. وطبعا هذا ليس فقط حزب الدعوة، إنما أغلب الأحزاب هكذا تفكر، أن هي تنزل كقائمة ومعها كتل أخرى يعني داعمة ومساندة لكي تشكل ائتلاف، وبعد ذلك بعد انتهاء الانتخابات يلتئم شمل كتل كبيرة لتشكل قائمة كبيرة. التحالف الوطني بلا شك سيبقى تحالف وطني ويحافظ على وجوده، وبعد الانتخابات راح يعيد بناء وتشكيل نفسه كتحالف وطني، ولكن قد يوسع قاعدته ليشمل كتل سياسية أخرى ربما تكون خارج الإطار المكون الواحد. طيب سيد علي، باعتبار قريب من السيد العبادي، بعد دعنا نتحدث بعد إعلان النصر القوائم الانتخابية، لا نتحدث عن التحالفات ما بعد الانتخابات، نتحدث هنا عن القوائم الانتخابية، ماذا عن القيادات السياسية التي لها ثقل اليوم في أروقة السياسة؟ دعنا نتحدث يعني كيف الموقف مثلا السيد العبادي، موقفه من القيادات اليوم التي تنادي بأغلبية، حكومة أغلبية سياسية؟ تعلم أن مسألة الأغلبية وحكومة الأغلبية هي أصبحت شعار مرفوع من قبل كثيرين من السادة القادة السياسيين، ولكن لو تسألني يعني شخصيا يعني عن هل بالإمكان الآن تشكيل أغلبية سياسية بهذا المعنى، إذا كان المقصود الأغلبية يعني من مكونات مختلفة ممكن أن يحصل، ولكن ليس بالشكل الواسع، باعتبار أن لا تزال الروح أن إذا ما كانت المناطقية خل أسميها أو الطائفية، فالروح تمحورية موجودة، أبناء المحافظة الواحدة يرشحون من أبناء محافظتهم، ما ينطلقون بعيد عن قصدي، ما يرشحون من مكونات أخرى في المحافظة، كل مكون راح يراعي في الانتخاب مكونه ويقوي مكونه الخاص به. نعم الكتل السياسية أعتقد بعد الانتخابات راح يكون الأقرب لها أن تأتلف، توسع دائرة التحالف لتشمل مكونات متعددة، ممكن هذا، أما في الانتخابات لا تزال روح التمحور حول طائفة أو مكون معين أو كتلة سياسية معينة هي الروح السائدة إلى الآن باعتقادي. نعم سيد علي، كيف سيتم التعامل مع السياسيين الذين انبثقوا عن أو تركوا اليوم الحشد الشعبي ويريدون التفرغ للسياسة وربما تكون لهم قواعد شعبية؟ يعني هل سنشهد ولادة كتل جديدة لهم؟ هل سينضمون تحت جناح الكتل التي ربما هم أصلا كانوا يمثلونها داخل الحشد الشعبي؟ يعني ما الخريطة بالنسبة لهم وكيف تنظرون للتعامل مع هذه القيادات الجديدة؟ يعني بالنتيجة القيادات اللي انخرطت في العمل الجهادي في الحشد الشعبي وبلا شك يعني خاضوا حرب وكسبوا يعني فخر واعتزاز الشعب في ذلك، حقهم الطبيعي الآن أن يتركوا السلاح ويدعوا السلاح جانبا وينخرطوا في العمل السياسي، هذا حق طبيعي جدا. وطبعا تعلمون أنه إذا انخرطوا في العمل السياسي الشرط القانوني الأساسي أن لا ينضموا إلى جهة عسكرية على الإطلاق.
يتحولوا إلى كيان سياسي خالي من السلاح بشكل مطلق بشكل نهائي، وأي خرق لهذا الأمر يعرضهم إلى مساءلة قضائية ومن نتيجة يأثر على مشاركتهم الانتخابية. هذا هو، لذلك احنا نحترم أي توجه، من حق هؤلاء القادة أن يأتلفوا فيما بينهم، من حقهم أن يأتلفوا مع غيرهم، احنا ننظر لهم بكل احترام ونستقبلهم بكل احترام، وبالنتيجة هم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية العراقية. القيادي في ائتلاف دولة القانون، شكرا جزيلا لك. حصاد مستمر من الشرقية نيوز. في ملفات الحصاد، محافظ المثنى يهدد باعتقال أي صياد عربي يتواجد في صحراء بادية السماوة، والخراب يخيم على أغلب أحياء بيجي. هدد محافظ المثنى فالح الزياد باعتقال أي صيادين عرب يتواجدون في صحراء بادية السماوة وإيداعهم بالسجن تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة بحظر الصيد لدواعي أمنية. وقال الزياد أن شخصيات سياسية متنفذة في بغداد والمحافظات توفر غطاء وحماية لصيادين من دول عربية مجاورة، مشددا على أن شرطة المثنى ستعتقل أي صياد بغض النظر عن جنسيته، وذلك للحفاظ على الأمن بالمحافظة. توجيه القائد العام للقوات المسلحة واضح وصريح بعدم تواجد بعدم السماح لتواجد أي وفود للصيد عربية أو غير عربية وخاصة خليجية. لحقيقة هذه جاءت بناء على الحادث الأخير اللي صار باختطاف القطرين، لكن حاليا حقيقة من المؤسف أن هناك تجاهل وعدم احترام لهذه الأوامر من قبل شخصيات متنفذة في الحكومة الاتحادية وبعض المحافظات المجاورة بغطاء حكومي للسماح بوفود الصيد بالتواجد، وفود قطرية، وفود كويتية، ووفود أخرى، بالرغم من وضوح التعليمات بهذا الخصوص. لذلك حقيقة إعازنا إلى قيادة شرطة المحافظة وكل الأجهزة الأمنية بضرورة إلقاء القبض على هؤلاء وإيداعهم السجن تنفيذا لأمر القائد العام للقوات المسلحة. ما يهمنا في هذا الموضوع كمحافظة، حقيقة هذه القضية تمس أمن المحافظة وسيادة البلد. في حالة بتلك الفترة في عند اختطاف القطريين، حقيقة أساءت إلى سمعة البلد وسيادته وإلى سمعة المحافظة باعتبارها محافظة آمنة. هناك شركات استثمارية تعمل بالمحافظة، وهناك شركات نفطية حقيقة، وفي حالة حدوث أي حادث بينعكس سلبا على المحافظة وسمعة المحافظة وضعها الأمني. لذلك حقيقة إجراءاتنا سوف تكون رادعة بهذا الخصوص، وكذلك طلبنا ومخاطبة القائد العام للقوات المسلحة بضرورة محاسبة هؤلاء المسؤولين وتسفير وإبعاد هذه الوفود، بالوقت اللي احنا ما نسمح للصيد لأبناء المحافظة وأبناء المحافظات المجاورة. هناك أشخاص بالدولة تقوم بمخالفة القانون كصيد ومخالفة أمر القائد العام للقوات المسلحة بتواجد هؤلاء الشخصيات. تجدد القصف على قضاء طوس كرماتو، ونواب يطالبون بإعادة النظر بالخطط الأمنية. وحول الأوضاع في طوز خرماتو، ينضم إلينا الآن السيد محمد البياتي القيادي في منظمة بدر. أهلا بك سيد محمد، من يتحمل اليوم ما جرى وما يجري في طوز خرماتو؟ تفضل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جرى في طوس خرماتو منذ 2003 وإلى هذا اليوم، شهداء أكثر من 2500 تركماني، جرحى بالآلاف المؤلفة. ما يجري اليوم هو امتداد لتلك السلسلة اللي كانت
السلطه والقضاء والبشمهندس على المنطقه، والماء اليوم لا يختلف عن الماضي. ولذلك طالبنا نحن من التركمان يطالبون ان يكونوا مع جهه اخرى اللي تطالب وتسيطر وتفرض. طالب التعدد على القوات المسلحه تفرض نفسها بالقوة والقوات العراقيه مكافحة الإرهاب وغيرها أن تكون الدولة في هذه المناطق، لا تفاعل مع البشمركة ولا شبيه البشمركة. وحالة هناك حلبات خطيرة جدا في أطراف الكرمات في البشمركة. نعم سيد محمد، اعتذر المقاطعة لكن الصوت غير صالح من المصدر، سوف نعاود الاتصال بك مرة أخرى. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. عودة إلى سياق النشرة، حيث طالب معلمون في بغداد وزارتي التربية والمالية بإعادة النظر في آلية صرف رواتب الموظفين بعد أن تسبب خطأ إداري بتأخير رواتب أكثر من 2000 معلم في تربية الكرخ الثانية. وتزيد المخاوف في كل مرة من تأخير الرواتب من حرمان فئات مجتمعية جراء التقشف، فيما يقول تربويون إن أي تلاعب بملف الرواتب سيخلف احتجاجات شعبية غاضبة. خطاب عادل والتفاصيل. خطأ حسابي مصرفي تسببت به إحدى أقسام وزارة المالية حرم أكثر من 2000 معلم ومعلمة في مديرية تربية الكرخ الثانية من رواتبهم لشهر تشرين الثاني. أمر لم يكن سهلا بالنسبة للكوادر التعليمية التي تعتاش على مرتبات صار الحصول عليها صعبا، خصوصا بعد التقشف والاستقطاعات المستمرة. ما معقولة وزارة المالية ترسل كتاب فيه رقم حساب خاطئ لثلاث مديريات، هي تربية الرصافة الثانية والرصافة الأولى والكرخ الثانية. اضطرت وزارة المالية أن تعيد إرسال هذا الكتاب، واستغرق ذلك أكثر من 4 أيام حتى تم تصحيح خطأ، وهذا كلها إضافة إلى الفترة اللي تأخرناها اللي هو 10 أيام الأخرى. والله العظيم بجيبي بجزاني هسا أطلعك ألف بجيبي، أجيت مشي من السيدية أجيت لهنا زين، وأنا حاجة بيت الله والله شاهد علي من دا أحكي هذا الحكي. هاي كنا نقول قم للمعلم تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. وين المعلم والمدرس؟ مهان يا ابني مهان. أنا عندي مدرسين بالمدرسة والله أجور نقل ما عندهم، يعني يصير الدولة تعطي رواتب علي من هالتأخيرات. احتجاجات كبيرة في بغداد للموظفين ومخاوف أكبر من عدم الحصول على الرواتب، سيما بعد اكتشافهم أن وزارة المالية خصصت موازنة الموظفين على قدر 10 أشهر وليس سنة كاملة، ما يعني لهم أن الشهرين الأخيرين سيكونان بلا رواتب وسيرحلان إلى العام المقبل. موازنة عام 2017 بنيت على 10 أشهر فقط، وكنا نعلم أن في شهر 11 وفي شهر 12 ستواجهنا مشكلة. بشكل مبكر طالبنا من وزارة المالية ومن محافظة بغداد أن يعدوا العدة لهذا الشهر، وبالفعل كانت هناك إجراءات صحيحة من محافظة بغداد، ولكن التقصير البين والواضح هو من وزارة المالية. زين ليش كل هاي الدولة لازم تنظر بعين الاعتبار للمعلسة؟ أبسط حقوق الراتب تأخرة، ليش فوق اللي متحملة هذا كله؟ أوساط النقابية والتربوية في بغداد تتحدث عن تلاعب كبير في المرتبات، خصوصا بعد نقل الصلاحيات إلى مجالس المحافظات وفك ارتباط مديريات التربية من الوزارة، مطالبين بضرورة تفعيل دور الرقيب بشكل كبير. للشرقية نيوز خطاب عادل بغداد.
تظاهر العشرات من خريجي الكليات أمام مبنى مديرية التربية في الناصرية المطالبة بتعيينهم ضمن القطاع الحكومي والكشف عن مصير 4000 درجة وظيفية مخصصة لذي قارة. رفع متظاهرون لافتات تطالب بكشف مصير الدرجات التعويضية للخريجين والمطالبة بالتعيينات وشمولهم بدرجات الاستحداث، مشيرين لأن قسما من تلك الدرجات تخصص للبعض عن طريق المحاصصة. يقول خريجون أن البرلمان يتحمل مسؤولية تشريع قوانين لحماية الخريجين الذين تجاوز عددهم 75,000 خريج عاطل عن العمل بحسب محتجين. نحن مجموعة من خريجي ذي قار، نؤكد أن عدد خريجي ذي قار قد بلغ 75,000 معطل عن العمل، لا يجد فرصة عمل في المحافظة، مما أدى إلى حدوث ظاهرة متفشية وهي البطالة بين الشباب الخريج خاصة. لذلك نطالب الدولة وبالذات السلطة التشريعية بتشريع قانون يضمن حقوق الخريجين أو قانون رعاية لهذه الطبقة المهمشة في هذا البلد. تعتبر طبقات الخريجين من الطبقات الأساسية في بناء أي دولة في العالم. محافظة ذي قار كان لها ما يقارب 6,000 درجة وظيفية، 2,000 درجة وظيفية دخلت الخدمة، لكن 4,000 لا نعرف أين ذهبت. الاتهامات متضاربة بين وزارة التربية ومديرية التربية، ما يقارب 4,000 درجة وظيفية مخفية هي الآن. أين شعارات محاربة الفساد الرنانة؟ إذن حول موضوع تزخر ماتو أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف السيد ربوار طه النائب عن الاتحاد الوطني. أهلا بك سيد ربوار. يعني مبدئيا النائب عن صلاح الدين يازي معمار أوغلو طالب السلطات الأمنية بإعادة النظر بالخطط الأمنية في قضاء طوز خرماتو، يعني كيف تنظرون إلى هذه الهجمات التي تحصل بين الحين والآخر في الطوز وتؤدي إلى سقوط ضحايا؟ وللأسف قبل تقريبا أكثر من 4 أسابيع نحن ناشدنا الحكومة الاتحادية وناشدنا السلطات في الحكومة الاتحادية وأيضا المسؤولين في بغداد بأن الوضع طوز خرماتو أو طوز خرماتو راح تدهور يوم بعد اليوم. يعني ما ممكن أن يكون هناك نصف الشعب من طوز خرماتو هم الآن أصبحوا من النازحين من المرحلين من ديارهم من سكنائهم من بيوتهم في هذه القضاء، وبالتالي ما ممكن أن يكون هذه المنطقة آمنة بهذا الشكل. وهذا هذا من جانب الصراع السياسي. أما من جانب الوضع الأمني، يعني صحيح القوات الجيش العراقي أو القوات الأخرى من الصنوف من القوات العراقية استطاعوا أن يقوموا بتحرير هذه المناطق، مناطق الحويجة وأطراف الحويجة وأيضا مناطق جبل حمرين، لكن لم يقضوا نهائيا على الداعش، لم يقوموا بإنهاء الداعش نهائيا في هذه المنطقة. كان كل معلومات الاستخباراتية تشير بأن هناك أكثر من حوالي 2,000 داعش في هذه المنطقة، ولكن اللي قتل واللي تم إلقاء قبض عليه في هذه المنطقة، منطقة عملية التحرير الحويجة، لم تتجاوز 300 عنصر من الداعش. من قتل ومن تم إلقاء قبض عليه لم يتجاوز 300 عنصر من الداعش، أين ذهب البقية؟ فلذلك هناك خرق أمني عسكري واضح في هذه المنطقة. نعم سيد ربار، لو سمحت لي، يعني الأنباء تتحدث عن استهداف لأحياء تركمانية بالذات، وتوجد قوات أيضا تسمي نفسها قوات التحرير في مواقع زنانة وداودة حسب ما يصرح به عدد من أهالي أو عفوا السياسيين المسؤولين عن قضاء طوز خرماتو. اليوم ما الذي تغير؟ يعني طوز خرماتو فيها قوات أمنية يعني عراقية من داخل العراق، لماذا تستهدف فقط الأحياء التركمانية؟ أرجو أن توضح ذلك. يعني أوضح لك بالتأكيد، قبل شهر كان لي لقاء معكم في هذا القناة وبالأخص في هذا البرنامج أو هذه الساعة الإخبارية. أنا وضحت لكم بأن
هناك نصف سكان منطقة دوس خرمات تركوا بيتهم من وراء العمليات، من وراء الانتهاكات التي تقوم به بعض الفصائل من الحشد الشعبي. نحن لا نتهم الكل الحشد الشعبي، ونؤمن تماما بأن الفوهد بندقيتنا باتجاه العدو الواحد، لكن هناك فصائل من الحشد الشعبي وبالأخص من الحشد الشعبي التركماني قاموا بكثير من العمليات الانتهاكات، وقاموا بعمليات الاغتصاب للمرأة العراقية والمرأة الكردية في هذه المنطقة. وهذه الانتهاكات وهذه العمليات الاغتصابية. نعم. سيد ربوار، لكن بالنهاية أيضا هناك حديث عن انتهاكات بحق التركمان أيضا، يعني وسلسلة الاتهامات المتبادلة تطول. اليوم الوضع الأمني في طوز خرماتو لن يعني بالأول كان مبشرا، والآن عادت الأمور يعني من سيء إلى أسوأ. ما الخطة الأمنية المثالية للحفاظ على أمن هذه المنطقة بسرعة لو سمحت؟ بداية أختي العزيزة، الدم إن كان الدم التركماني أو الكردي أو العربي بالنسبة لي وبالنسبة لاتحاد الوطن الكردستاني دم واحد. نحن نأسف على ما يحصل اليوم في دوس خرمات، ولكن الحكومة الاتحادية أو الحكومة الفيدرالية هي التي تتحمل ما تحصل أو ما تجري اليوم في دوس خرماتو. على الحكومة الاتحادية كان عليها نشر قوات الجيش العراقي في هذه المنطقة، بحيث الكردي والتركماني والعربي يحس بالأمان، وليس ترك الزمام الأمر أو الملف الأمني ببعض من الفصائل الحشد الشعبي لا تستطيع أن تتصرف أو لا تستطيع أن تقوم بمهام الأمن في هذه القضاء. هذا من جانب. من جانب الآخر، بما أنه قوات البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية، جزء من المنظومة الأمنية، على الحكومة الاتحادية أرجو أن لا تكون هناك الغرور في عمل الحكومة، لأن هذا حياة الشعب، أن تستعين بقوات البيشمركة ومع الجيش العراقي أن يفرضوا أمن في هذه المنطقة. نعم. وأن يقفون في جبهة واحدة ضد هذه المجامع الإرهابية بما يسمون نفسهم الرايات البيضاء أو نعم. الخلائف الداعش، ويقومون باستقرار الأمن والعسكري في هذه المنطقة. هذه منطقة لا تدار من قبل جهة واحدة، هذه المنطقة لابد أن تدار من قبل جهتين رسميتين عسكريتين. قوات البيشمركة جزء من المنظومة أمن الدفاع. نعم. وصلت الفكرة. سيد ربوار محمد طه النائب عن الاتحاد الوطني كنت معنا، شكرا لك. حصاد مستمر من الشرقية نيوز. بدأت القوات العراقية عملية تحصين الشريط الحدودي مع سوريا بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء العراقي النصر النهائي على تنظيم داعش. ذكرت مصادر عسكرية عراقية أن تحصينات الشريط الحدودي العراقي مع سوريا تبدأ من شمال قضاء القائم غربي الأنبار وصولا إلى مدينة ربيعة في الشمال، وتشمل إنشاء مواقع دفاعية وسواتر ترابية وخنادق، إضافة إلى نشر نقاط للجيش وحرس الحدود لصد أي هجوم لداعش من سوريا باتجاه الأراضي العراقية. يتوقع مراقبون الأوضاع الأمنية عودة داعش إلى مربعه الأول عبر شن الهجمات المنفردة والاعتداءات والتفجيرات ضد المدنيين العزل بعد فقدانه لأراض شاسعة كان قد سيطر عليها في حزيران يونيو من عام 2014. على صعيد آخر، كشفت هيئة الأركان التركية عن استضافة أنقرة الخميس المقبل لقاء يضم قادة عسكريين أتراكا وعراقيين وأمريكيين. وأفاد بيان لهيئة الأركان نشرته وكالة أنباء الأناضول أن الاجتماع المعد له مسبقا سيضم كل من رئيس الأركان التركي خلوصي أكار ونظيره العراقي عثمان الغانمي وقائد القوات الأمريكية في أوروبا كوتيس سكاباروتي وقائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأمريكي جوزيف فوتيل لبحث أبرز القضايا المتعلقة بأمن المنطقة. الراتب المحمي بموجب القانون، لا استقطاع ولا عملية تأخير.
الجبوري للشرقية نيوز، الرواتب ستبقى محمية حتى لو تأخر إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2018. الاتحاد الأوروبي يدعم العبادي في الإصلاح والمصالحة، وماكرون يشيد بقيادة العبادي الحرب على داعش. وينضم إلينا الآن السيد كامل الغريري النائب عن حزام بغداد. سيد كامل أهلا بك في حصاد الليلة. إعلان النصر تم، تطهير الأرض تم، عودة النازحين إلى الآن لم تتم. الله محييكم ومحيي قناتكم الكريمة. نعم سيد كامل، يعني ما سبب التأخير في عودة النازحين إلى الآن، خاصة وأن يعني إعلان النصر وتطهير الأراضي من داعش تم بالنهاية؟ نعم، اليوم بعد النصر النهائي وتحرير آخر شبر من أرض العراق، وأعلن القائد العام لقوات المسلحة، وكانت بشرى إلى العراقيين وإلى جميع الدول العربية والإسلامية والعالمية عندما وقف هذا الجيش، ووقف الجيش بأنواعه وبالتنوع، والعراقيين وقفة واحدة لمقاتلة هذه العصابات. يجب على الحكومة أن تعيد النظر بالنازحين وبالمحافظات اللي دمرها داعش. فاليوم عندما نجد الموازنة إلى عندما تم وصولها إلى مجلس النواب وتكون خالية من حصة النازحين وعدم وجود أموال إلى المناطق المدمرة، فاليوم نرى الحكومة وبعض الجهات بعيدة جدا عن النازحين وعن هذه المناطق المحررة. نحن لا نريد نكون هكذا، نريد أن الحكومة والجهات المعنية أن مثل ما قاتلوا داعش وقاتلنا عصابات داعش والشعب العراقي جميعا بكل أطيافه وكل مذاهبه أن يتجه إلى أعمار هذه المناطق وحصر العمال إلى هذه البيوت وهذه المنازل المدمرة في الموصل وصلاح الدين والأنبار وجرف الصخر. اليوم نريد أن نبني دولة، كيف نبني واليوم النازحين لم يوجد له استقرار ولا أمن، وعدم رجوعهم إلى مناطقهم وإلى مناطق سكناهم. فاليوم نريد أن نكمل هذا النصر، عندما يكمل النصر عند رجوع النازحين ورجوع العراقيين جميعا، كل من في منطقته وكل من في عرضه وكل من في مزرعته. وهذه البشرى اليوم لا نريد، احنا حققنا النصر والعوائل مهجرة، والعوائل لا توجد عندها منازل ولا توجد استقرار في مناطقها، وهذا تتحمل المسؤولية الكبيرة اللي هي الحكومة. نعم سيد كامل إذا سمحت، يعني سابقا أن يتبنى نعم سابقا كان الحكومات المحلية والحكومة المركزية تقول عدم عودة نازحين جرف الصخر بسبب وجود تنظيم داعش والإرهاب على مشارف جرف الصخر في محافظة الأنبار وإلى آخره من المناطق التي كان يسيطر عليها داعش. اليوم بعد إعلان النصر النهائي الآن يقولون جرف الصخر فيها عبوات ناسفة، فيها ألغام. ما طيب محافظات حررت بعد جرف الصخر وكان فيها ألغام، رفعت الألغام وعادوا أهل هذه المناطق بعد عمليات التحرير. اليوم أهالي جرف الصخر هل سيعودون إلى هذه الناحية الصغيرة أم لا؟ أخي العزيز، اليوم هاي دعاءات كاذبة، خلعت شكيها من يتحدث بها، وأي شخص وأي سياسي يتحدث يقول توجد العبوات. هل من المعقول اليوم الحكومة والجهات الأمنية اللي اليوم اللي قاتلت داعش ووصلت إلى الحدود السورية، واليوم ما تقدر أن ترفع كم عبوة في جرف الصخر في سبيل إرجاع الناس إلى مناطقهم؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام كانت أعذار غير صحيحة، وهذا يتعذرون به من بعض الجهات اللي هي لا تريد رجوع النازحين إلى جرف الصخر ولا تريد عودتهم إلى جرف الصخر، وهذا الأمر غير صحيح. اليوم يتعذرون توجد عبوات وتوجد بعض المنازل مفخخة وتوجد جيوب لداعش. أخي كل شيء ما بيجرف الصخر لا توجد عبوات
وإذا هم يقولون عبوات، نعم نحن نتحمل المسؤولية ونتفقنا مع جهات دولية نقول لهم يا برفعونا العبوات، الحكومة ما تقدر والجهات الأمنية ما تقدر ترفع هذه العبوات ونرجع الناس إلى مناطق سكناهم وإلى مناطقهم. واليوم المعاناة معاناة كبيرة جدا للنازحي جرف الصخر وبعض المناطق الأخرى. نعم سيد كامل، نعم. يعني اليوم عندما تتحدث الحكومة المحلية بنفس يعني ربما النأي بنفسها عن هذا الملف، ملف إعادة النازحين إلى جرف الصخر، ومحاولة وضع الملف بين أيدي الحكومة المركزية أو الحكومة الاتحادية، أو عندما أيضا يقومون بوضع العقبات والعراقيل أمام عودة النازحين بحجج وذرائع مختلفة، يعني كيف سيتم خدمة هؤلاء الناس؟ يعني إذا كان الممثلين المفروض عنهم أن يكونوا أول المدافعين عنهم لعودتهم إلى مناطقهم. بالنسبة لهذا الملف، هذا الملف لم تحسمه المحافظة. اليوم المحافظة هي اللي عرقلت رجوع النازحين إلى جرف الصخر، وكان كلامهم واضح وكانت تصريحاتهم واضحة. كان بعض الحجج اللي ولا توجد أموال، هاي الحجج الأخيرة هسه حاليا اللي سمعناها. فاليوم إذا ما الدكتور حيدر العبادي يكمل الخطوات مالته اللي خطاها في تحرير هذه المناطق والخطوات الصحيحة، إذا ما يستلم الدكتور حيدر العبادي هذا الملف، ملف النازحين وذات نخصص ملف نازحي جرف الصخر، لا أني أقول لكم لا ترجع ولا رجوع، لأن هناك عرقلة من قبل الحكومات المحلية. حاليا الحكومات المحلية هي اللي عرقلت عدم عودتهم. نعم سيد كريم، يعني دعنا ننتقل عن جرف الصخر التي هي ربما اليوم تبدو أصعب من قضية حفظ الحدود الدولية، لكن باعتبارك نائب عن حزام بغداد، يعني هل توجد مناطق أخرى غير جرف الصخر اليوم لم يعودوا أهلها النازحين حتى الآن؟ لا أخي العزيز، أنا في نعم أخي العزيز، بالنسبة إلى مناطق اللطيفية واليوسفية، اليوم صار خلال هذه الأيام رجوع نازحين إلى هذه المناطق، وبادرت قيادة فرقة 17 بأمر من قائد عمليات، الرجل الذي تعاون قائد عمليات وقائد فرقة 17 ورجوع النازحين إلى مناطق اللطيفية ومناطق اليوسفية، وأنا كنت بإشرافي على رجوعهم، ورجعت هذه العوائل، وبعد يومين رجوع أكثر من 100 عائلة بقت عندنا، بعض من ما رجعوا 200 عائلة و 300 عائلة راح ترجع بعد يومين ترجع إلى مناطقهم. أما مشكلة جرف الصخر لا ما وجدنا حل لها. أما المناطق الأخرى مثلا اللطيفية اليوسفية، اليوم رجعت هذه العوائل والجيش وتعاونوا برجوع النازحين اللي هو قائد عمليات بغداد وقائد الفرقة، وكان ورجوع هذه النازحين إلى مناطق اللطيفية واليوسفية. خلي مثل ما رجعوا خل ترجع مناطق جرف الصخر، ونحن طالب جرف الصخر يرجعون مثل ما رجعت هذه المناطق. نعم سيد كامل، يعني هل تعتقد بأن حصول أو حلول الانتخابات المقبلة اليوم وأهالي جرف الصخر لم يعودوا إليها بعد سيعقد الملف أكثر وأكثر؟ نعم، اليوم عندما نتحدث عن انتخابات خلينا نتحدث برجوع النازحين. إذا رجعوا النازحين ورجعوا إلى مناطقهم واستقروا في مزارعهم واستقروا في مناطق سكناهم، لا هنا نقدر نتحدث ونقول يا بترى نحدث نقول يا حصل راح يحصل انتخابات. أما إحنا عدم رجوع النازحين ونتحدث بالانتخابات، لا هذا الكلام غير صحيح. لا تستطيع أن تكون هناك انتخابات عدم رجوع النازحين إلى مناطق جرف الصخر. اليوم جرف الصخر الناس اللي ساكنيها اليوم ناس مشردة، ناس في سليمانية وناس في أربيل وناس في بابل وناس في كربلاء وفي كل محافظات العراق، اليوم أصبحوا أهالي جرف الصخر شعب مشرد. نعم كيف تكون هناك انتخابات على نعم. نعم السيد كامل نواف الغريري النائب عن حزام بغداد كنت معنا، شكرا لك.
حصاد مستمر من الشرقية نيوز. يخيم الخراب والدمار على أغلب أحياء بيجي في صلاح الدين رغم مرور أكثر من عامين على تحريره من تنظيم داعش. مسؤولون محليون انتقدوا الغياب شبه التام للجهود البلدية الحكومية وغياب خطط الإعمار وإزالة الأنقاض، فيما توثق صور الدمار الكبير مرحلة مأساوية من العمليات العسكرية التي لا تزال آثارها حاضرة لمن يسمح له بالدخول إلى المدينة. عثمان الشلش والتفاصيل. لا تزال آثار الدمار تغطي بيجي وهي واحدة من أهم مدن محافظة صلاح الدين التي تحررت من داعش قبل أعوام. المدينة الصناعية تحولت إلى أكوام من الخراب بينما غابت سلطة الدولة الخدمية ولم تظهر سوى سلطة العسكر. عملنا هسه يشتغلون على تنظيف الشوارع وعلى فتح الطرق الداخل الفرعية زين وعلى إشراف على دائرة الكهرباء بنصب الأعمدة. طبعا احنا هسه نشكو من معدات الثقيله الشفل الجريدر هسه حاليا يعني احنا مستاجرين شفل يعني اجار. مشاريع ينفذها ابناء المدينه المنخرطون بالحشد الشعبي وجهود محليه اخرى بسيطه في الوقت الذي اختفى فيه دور المحافظه والسلطه الاتحاديه بشكل واضح، رغم ان المدينه اضيفت على قائمه المدن المنكوبه. اليوم لا يوجد لدينا مشاريع، فقط لدينا مشروع ترقيع للشارع العام المار في مركز المدينة، هناك مطبات هناك كسورات. ولا تزال عودة سكان بيجي محدودة إلى حد كبير حيث فشلت محاولات السلطة المحلية في إعادة المهجرين، فيما أطلقت الحشود خطة بديلة لإعادة من نزحوا من ديارهم منذ 4 سنوات لكنها حتى الآن لم تطبق على أرض الواقع. للشرقية نيوز عثمان الشلش بيجي. أصيبت 19 شخصا بجروح متفاوتة جراء هزة أرضية ضربت قضاء دربندي خان في محافظة السليمانية. وذكرت مديرية صحة حلبتشة أن المستشفيات في المدينة استقبلت 9 حالات أخرى لإصابات بالهلع وارتفاع ضغط الدم جراء الهزة الأرضية التي ضربت المدينة أيضا. وتعرضت حلبتشة وكركوك دربندي خان مساء يوم الاثنين إلى هزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، فيما أكد مواطنون في بغداد أنهم شعروا بالهزة في بعض المناطق بقوات متفاوتة. تتواصل أزمة التجاوزات على الحصص المائية في محافظات عراقية عدة في وقت دعا فيه شيوخ عشائر رئيس الوزراء حيدر العبادي للتدخل لوضع حد للمتجاوزين والجهات السياسية المتنفذة التي تقف وراء هذه التجاوزات. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. في ظل تفاقم أزمة المياه في محافظات عراقية عدة تتعالى الصيحات المطالبة بإيجاد حل لهذه الأزمة. عشائر محافظة المثنى جنوبي العراق حذرت من تداعيات خطيرة تنذر بأزمة جديدة في البلاد أثر انخفاض مناسيب المياه في نهر الفرات، وحذرت عشائر المثنى من نشوب حرب مع المحافظات المتجاوزة على حصتها المائية. وطالب شيوخ عشائر ومزارعون في الجنوب رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل الأمني لإنهاء تجاوز مزارعي المحافظات الأخرى على الحصص المائية. ويعاني الفلاحون في المحافظات الجنوبية بسبب أزمة المياه التي شكلت عائقا لإنتاج المحاصيل الزراعية، الأمر الذي ينذر بالتصعيد في حال استمرار أزمة المياه التي أثرت سلبا على المصدر المعيشي لسكان تلك المناطق. وأوضح فلاحون بأن الزراعة تعد مصدر الرزق لمعظم سكان المحافظات الجنوبية العراقية، وأن تداعيات خطيرة قد تنجم عن استمرار أزمة المياه. وأوضح خبراء بأن انخفاض مستوى مياه نهري دجلة والفرات يشكل أزمة كبيرة في مجال الزراعة في عموم البلاد وخاصة في المناطق الجنوبية من البلاد. ولأن ملف شحة المياه لا يعني محافظة لوحدها، فقد شهدت محافظة ذي قار انطلاق تظاهرات تطالب بحل أزمة المياه وإنقاذ المزارعين، فيما حذر مواطنون في بغداد من وصول الأزمة والصراع على حصص المياه جنوبي العراق إلى العاصمة بعد الانخفاض الكبير لمناسيب نهر دجلة.
ويقول سكان المناطق الزراعية في المدائن وعرب جبور والتاجي والطارمية إن الخسائر قد تكون كارثية في حال استمرت أزمة المياه دون حل. ينضم إلينا الآن السيد أياد الرومي الناشط المدني حول موضوع الخصخصة. مرحبا بك سيد أياد. يعني اليوم مظاهرات جديدة ومطالبات جديدة من شيوخ عشائر وإلى آخره ضد موضوع خصخصة الكهرباء. اليوم لو خيرتكم الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء بين مشروع آخر أيضا خصخصة لكن يراعي جميع الطبقات الموجودة، هل ستوافقون؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي هذه القناة الرائعة التي تستمر دائما بعرض معاناة المواطن العراقي. الحقيقة أن الحكومة صرفت على الكهرباء أكثر من 40 مليار دون جدوى، فبدلا من زيادة الحمل على المواطن العراقي الذي عانى ما عانى، أسقط عنه الديون المتراكمة وحسن الكهرباء واعمل جاهدا على زيادة دخل المواطن العراقي، ومن ثم إن شئت أن تعمل الخصخصة ودخل المواطن العراقي قادر على أن يدفع أجور الكهرباء لا ضير بهذا الأمر. لكن لما تأتيني بخصخصة مثل ما اليوم خصخصة والمواطن العراقي لا يستطيع أن يدفع هذه الأجور، هذه صعبة جدا. طبعا جوابا على سؤالك، ماكو مشكلة، خلي الحكومة تعمل فد مشروع يفيد المواطن العراقي بيخص الكهرباء، لكن خلي ترفع من دخل المواطن العراقي حتى يقدر يدفع. هذه مشكلة، منين يجيب المواطن العراقي؟ ما عنده. يعني إذا كان راتبه مليون وهذا مليون خير من الله، يعني إذا عنده مليون زين، أكو عالم تشتغل يعني عامل مال عمالة ما عنده فلوس يشتغل يوم 10 قاعد زين، هذا مو مواطن عراقي، هذا مو من حقه على الحكومة، من حقه أن يداعي الحكومة بعيش كريم. ثانيا هذا بالنسبة للمادة 30 مخالف للدستور، مخالف للمادة 30 من الدستور العراقي. أولا تكفل الدولة للفرد والأسرة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، وتؤمن له الدخل المناسب والسكن المناسب. أين الخصخصة وأين الحكومة من المادة 30 من الدستور؟ هذا 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 ثقل آخر على كاهل المواطن العراقي. يعني احنا نوجه رسالة من خلال قناتكم الموقرة الرائعة، نقول يا مسؤول يا رئيس الوزراء انتبه على المواطن، شوف المواطن شلون عايش. طيب سيد إياد، شوف الضيم اللي عايش به المواطن. نعم. طيب سيد إياد، يعني نعم. هناك من يقول نعم. انه نعم. المواطن العراقي اصلا يعني عايش على شراء الكهرباء من المولدات، وأنه يعني عايش على الخصخصة من دون أن تكون خصخصة رسمية. يعني هناك أصحاب مولدات وهؤلاء يعني مستفيدون من عدم تنفيذ هذا الملف، ملف خصخصة الكهرباء، وأن هذا الملف سيضبط هذا البيع للكهرباء للمواطن العراقي. يعني لماذا تنظرون بعين السلبية إلى هذا المشروع؟ ربما يريح المواطن العراقي اللي هو أبداً. يعني يشتري كهرباء بالحالتين، يشتري كهرباء تمام. احنا بالمناسبة يعني نحن مع الاستثمار، لكن الاستثمار الصحيح الذي يصب في مصلحة المواطن العراقي. اوكي خلي تكون خصخصة، لكن الخصخصة لما يكون المواطن قادر على ان يدفع هذه الأجور. يعني مو ضد المشاريع اللي تريد تسويها الحكومة، ولا احنا الناس اللي دائما لن نقبل، لا ابدا ابدا ابدا. انا مواطن عراقي اريد اعيش بكرامة وعز، ومن حقي على الدولة ان توفر لي ما احتاجه. طيب لما الدولة اكو دوائر للكهرباء ليه؟ وأكو ناس موظفين اللي هم يجيبون موضوع الجباية ويفترون. أنا أسأل يا حكومة إذا أنت غير قادرة على أن تأخذين
أجور الكهرباء من المواطن، تروحين تجيبين واحد من برا أو من الداخل وتحطين شركة وتسوين خصخصة، يعني هذا أعتقد يعني أنه هذا التفاف على المواطن. نعم سيد أياد لو سمحت لي، طبعا نحن ليس في محل دفاع عن الكهرباء، وزارة الكهرباء وأي أطراف أخرى، لكن ما أنه الطرف الآخر غير موجود، دعنا ننقل وجهة النظر، بما أنه المواطن العراقي يقول لا يدفع الجباية إلى وزارة الكهرباء، ولم نسمع يوم من الأيام أن وزارة الكهرباء قد قطعت التيار الكهربائي عن أي مواطن بسبب عدم دفعه للجباية. ثانيا توجد أزمة مالية، وإذا حدث موضوع الخصخصة سوف يحل جزء كبير من مشاكل الصيانة في الكهرباء وشبكة الكهرباء، كيف ترد؟ سيد الفاضل أنا قلت أن الحكومة صرفت أكثر من 40 مليار دون جدوى، يعني احنا قضينا عمرنا ازمات ازمات ازمات، اموال ماكو، وين فلوس النفط، وين 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 الصناعه اللي 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 خنقوها، اللي خنقت الصناعه الوطنيه والزراعه، وعندنا خيرات النفط وغيرها وغيرها، يعني هذا ما يقدرون، ما يعني ما من حق المواطن ان يطالب بحقوقه، يعني كل الضغط على المواطن، مو بس الكهرباء، الكهرباء واقتصاص قص راتب الموظف والمتقاعد وغيره، يعني كله من جيب المواطن. شنو شغل الحكومة؟ شنو شغل الحكومة اليوم؟ أرد أفتهم الحكومة العراقية وين شغلها تجاه المواطن العراقي المسكين. المواطن تعب يا أخوان، تعب، لهذا احنا نخرج مظاهرات وراح نستمر بالمظاهرات. نعم راح نستمر بالمظاهرات. طب مظاهرات تسلمية وكمان تمرير. ماذا ستفعلون إذا يعني لم تجدوا أذانا صاغية لهذه المظاهرات؟ أولا سنستمر بالمظاهرات، وسيكون هنالك تصعيد للمظاهرات ما دام فينا عرض ينبض. شو يعني تصعيد؟ سنستمر بالمظاهرات. شو يعني تصعيد؟ نعم. سيد إياد يعني تصعيد من أي ناحية؟ يعني هل سيكون هناك عنف مثلا؟ ابدا لا، نحن مظاهراتنا سلميه. نعم نحن ضد العنف، مظاهرات سلميه، وانتم شفتوا اخواننا بالديوانيه، النشامه اللي بالديوانيه، الناشطين المدنيين ومع شيوخ العشائر والناصريه، الناس لما طلعت مظاهرات سلميه، واحنا موجودين في بغداد مظاهراتنا سلميه، والجمعه القادمه سنخرج ايضا مظاهرات سلميه وفق الدستور، لاننا لسنا فوضويين. كل اللي نريده يا أخوان، رسالة بسيطة للحكومة العراقية، كل اللي نريده حقنا، ما نريد. طيب سيد إياد، إذا تم إجهاض هذا المشروع بسلام وبكرامة، إذا تم إجهاض هذا المشروع، هل سوف يرى المراقب والمواطن العراقي نفس القوة بالمطالبة بتوفير التيار الكهربائي وباقي الخدمات بهذه الهمة؟ بس عذرا بس فقط السؤال أعد السؤال يعني سيد إياد، يعني إذا أجهض مشروع الخصخصة، هل سوف يشاهد المواطن العراقي والمراقب للشأن العراقي نفس الهمة وتطالبون بالخدمات الأخرى المفقودة من الشعب العراقي؟ نعم سنستمر بالمطالبة بحقوق المواطن العراقي. أنا مواطن عراقي، أنا لما أطلع مظاهرات ما أطلع حتى على مود نطلع وبس نتظاهر، لا احنا نريد حق المواطن فقط لا اكثر، فقط حق المواطن المسلوب اللي قضى عمره المسكين. هذا المواطن العراقي قضى عمره كل تشواكيش تدق على راسه. اي حكومه هذه الحكومات المتعاقبه اللي جتي سيدي اصبح المواطن سندان، واصبحت الحكومات شواكيش تدق على راسه. طيب سيدي فاحنا نريد بس حقنا لا اكثر. نعم إذا سمحت لي. نعم. يعني أنتم ترفضون مشروع الخصخصة، هل قدمتم بديلا عمليا عن الموضوع؟ يعني ما البديل، ما الحل؟ تعترضون فقط على موضوع الخصخصة، تبقى الكهرباء مثل ما هي، يعني هل هذا هو الحل؟ هل هذا ما يرضيكم؟ ما الحل باختصار لو سمحت؟ أبدا نحن يجب على الحكومة العراقية، الحكومة أن تقول 40 مليار أو أعتقد أكثر من 40 مليار، أو ما نقول 40 مليار، نقول الأموال التي صرفت إلى الكهرباء وين راحت؟ وين المسؤول اللي سرق هذه الأموال؟ يا أخوان حاسبوه، جيبوه أمام الشعب،
أمام الشعب يتحاكم والشعب يأخذ حقه وفق القانون والدستور. لسنا فوضويين أبدا، احنا نريد وفق القانون والدستور. نؤمن بأن القضاء العراقي إن شاء الله يكون نزيه. نؤمن بأنه راح يجي يوم من الأيام وكل المسؤولين اللي سرقوا الأموال العراقية سيحاسبون وفق القانون العراقي. نعم السيد إياد الرومي الناشط المدني، شكرا جزيلا لك. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. تجدد القصف على قضاء طوس كرماتو ونواب يطالبون بإعادة النظر بالخطط الأمنية. الراتب المحمي بموجب القانون، لا استقطاع ولا عملية تأخير. الجبوري للشرقية نيوز، الرواتب ستبقى محمية حتى لو تأخر إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2018. الاتحاد الأوروبي يدعم العبادي في الإصلاح والمصالحة، وماكرون يشيد بقيادة العبادي الحرب على داعش. قد ينسحبون إلى المحفل السياسي ويمارسون دورهم السياسي ويستثمرون مشاركتهم بالحشد كرصيد شعبي وجماهيري. الفياض، البعض من قادة الحشد انسحبوا من العمل العسكري إلى العمل السياسي للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وفي ملفات الحصاد، محافظ نينوى يهدد باعتقال أي صياد عربي في صحراء بادية السماوة، والخراب يخيم على أغلب أحياء بيجي. محافظات الجنوب تصعد لهجتها ضد خصخصة الكهرباء، وناشطو بغداد يساندونها. ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بزيارة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني للعراق وسوريا على الرغم من الحظر الدولي المفروض على تحركاته بموجب قرارات مجلس الأمن. وفي تقريره إلى مجلس الأمن حول البرنامج النووي الإيراني، قال غوتيرس أن قاسم سليماني المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني استمر في الذهاب إلى العراق وسوريا على الرغم من العقوبات الدولية التي فرضت عليه إلى جانب مسؤولين إيرانيين آخرين. وكان مجلس الأمن فرض حظرا على سفر قادة في الحرس الثوري الإيراني يشكلون خطرا على الأوضاع الإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة الإيرانية لم تلتزم بالقرار وتنشر صورا لزيارات سليماني المستمرة إلى العراق وسوريا. يذكر أن قاسم سليماني هو المسؤول عن ملفي العراق وسوريا في إيران ويرتبط مباشرة بالمرشد الإيراني علي خامنئي بسبب هذه المسؤولية. أعلن سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن قياداتها تلقت اتصالا هاتفيا من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني لبحث جهوزية الفصائل الفلسطينية. وذكرت سرايا القدس أن سليماني أكد خلال الاتصال دعم إيران الكامل والشامل للمقاومة الفلسطينية، كما شدد على جهوزية ما أسماها حركات المقاومة كافة في المنطقة للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. ورفض وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وجود أي محور إيراني من البحر المتوسط إلى طهران، وطالب برحيل المقاتلين الإيرانيين الموجودين في سوريا. وقال لودريان أنه لا للوجود الإيراني وللرغبة الإيرانية في إقامة محور من البحر المتوسط إلى طهران، متهما إيران بأنها تفوض مقاتلين وتدعم حزب الله اللبناني في سوريا، كما يحظى نظام الرئيس السوري بشار الأسد بدعم عسكري من روسيا. وشدد لودريان على أن سوريا يجب أن تعود دولة ذات سيادة أي بعيدة عن الضغوط ووجود دول أخرى. استشهد فلسطينيان في بلدة بيت لاهيا شمال غزة بقصف جوي إسرائيلي حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن فلسطينيين استشهدا وتمزقت جثتيهما إثر قصف جوي إسرائيلي استهدفهما بينما كانا على دراجة نارية. وقال شهود كانوا في المنطقة الشرقية القريبة من الحدود مع إسرائيل إن المنطقة تعرضت لقصف مدفعي. في المقابل نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أي هجمات على قطاع غزة.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة ضحايا الاحتجاجات على القرار الأمريكي بشأن القدس منذ 5 أيام ارتفعت إلى 4 شهداء و1778 مصابة. وذكرت الصحة الفلسطينية أن عدد الإصابات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بلغت 1396 إصابة، منها 33 بالرصاص الحي، بينما بلغ عدد الإصابات في قطاع غزة 382 إصابة، بينها 85 بالرصاص الحي. وأكدت الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال عمدت خلال المواجهات إلى إطلاق الرصاص المطاطي والرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة على المحتجين الفلسطينيين العزل. على صعيد متصل وفي إطار المباحثات السياسية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة، أكد موقف مصر الرافض للقرار الأمريكي بنقل سفارة أمريكا إلى القدس. قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن الرئيسين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور المكثفين واستغلال الزخم الدولي الرافض بالإجماع للقرار الأمريكي من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وغادر عباس القاهرة عقب المباحثات مع السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في العاصمة المصرية. وحذر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في أنقرة أن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل ينذر بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. قال بوتين الذي زار أنقرة بعد جولة شملت سوريا ومصر أن روسيا وتركيا تعتقدان معا أن هذا القرار لا يساعد على استقرار الوضع في الشرق الأوسط، بل على العكس يزعزع وضعا معقدا أصلا. من جهته اتهم أردوغان إسرائيل بصب الزيت على النار، وقال أن الخطوة الأمريكية تمثل فرصة لزيادة الضغط والعنف ضد الفلسطينيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية من سوريا بقوام 200 فرد بموجب قرار الرئيس فلاديمير بوتين سحب القوات الروسية من سوريا. وورد في بيان في شأن آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التفجير الذي وقع في نيويورك يسلط الضوء على الحاجة الملحة للكونغرس لسن تشريعات صارمة بشأن الهجرة. وأكد ترامب أن المشتبه به دخل الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة للم الشم المستفيدة من سياسة أمريكية في هذا الصدد، قال أنها لا تتوافق مع الأمن الوطني. وكان الرئيس الأمريكي أصدر مرسوما يحظر دخول رعايا 7 دول لكن بنغلاديش ليست ضمنها. من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن التفجير الذي وقع في نيويورك يتزامن مع التقدم الذي تحققه التحالف الدولي في القضاء على داعش في العراق وسوريا. وقالت المتحدثة إنه لا يزال أمام الولايات المتحدة وحلفائها الكثير مما ينبغي فعله على الأرض لتحجيم دور ذلك التنظيم الإرهابي. This attack underscores the need for Congress. هذا الهجوم يؤكد الحاجة لأن يعمل الكونغرس مع الرئيس ترامب على إصلاح نظام الهجرة لتعزيز الأمن القومي والسلامة العامة. علينا أن نحمي حدودنا ونتأكد من أن الوافدين إلى بلادنا لا يأتون إليها بقصد إلحاق الأذى بشعبنا. إن هذا الهجوم يأتي في الوقت الذي يحقق فيه التحالف الدولي مكاسب كبيرة ضد داعش، لكن ما يزال أمامنا الكثير مما ينبغي عمله على الأرض من أجل تقليص امتداد ذلك التنظيم على الأرض. اتهمت منظمة العفو الدولية دولا وحكومات أوروبية بالتواطؤ في انتهاكات ضد الآلاف من المهاجرين واللاجئين الليبيين والأفارقة. وقالت المنظمة في تقرير لها أن الآلاف من المهاجرين كانوا عرضة للاستغلال من قبل جماعات مسلحة، معتبرة أن الأموال التي تقدم إلى ليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي لمنع تسلل المهاجرين إلى دول الاتحاد يجعل هذه الدول شريكة في انتهاكات حقوق الإنسان. أشارت المنظمة إلى أن حكومات أوروبية دعمت سلطات محلية تعمل مع مهربين على استغلال المهاجرين وتعذيبهم، مؤكدة أن نحو 20,000 شخص من المهاجرين الأفارقة كانوا عرضة للابتزاز والبيع والقتل غير القانوني. بهذا الخبر وصلنا إلى ختام هذا الحصاد، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.